جامعة تشات الافتراضية واحدة من مؤسسات التعليم العالي، أسست في العام 2005 وبدأت فعليا في النشاط الأكاديمي منذ 8 سنوات، وظلت تؤهل الكوادر الوطنية وتفتح فرصا للتدريب في مختلف الفنون والمهارات الإدارية والأكاديمية. وعليه أطلقت رسميا نشاطها الأكاديمي للعام 2017-2018، وأن الجامعة لها برنامج أكاديمي ثابت يلبي متطلبات ورغبات مختلف منسوبها بحسب مداخلة رئيسها. الجامعة الافتراضية ده انتو شفتوا ده جامعة يعني للتعليم عن بعد، ما مثل الجامعة الأهلية تعرفوا ده. يعني أول شيء مهم ده الكونكشن انترنت، كونكشن انترنت ما فيه يعني دراسة افتراضية ما فيه كامل. كونكشن انترنت عندنا هسه الحمد لله عندنا، والأعداد كلها عندنا. يعني عندنا نسوء أكو مع المدرسين هنا جوامع آخرين ده، مثلا جامعة الجميلة نسوء أكور، أي مدرس نسوء أكور معه الأكور ده، نقولوا إن هنا يعني نعمل شغل كده كده. والكور هقري يدينا الكور ده، البروغرام ده كان كلك اللي يمنا لنا مخطوع عندنا ناسنا هنا ده كلك سبيشاليست، هذا الفاخر كي جابوا هنا ده مع الناس سبيشاليست دون يشيلوا يمتر عندنا اللينك كم خطوه ده. بعدين الطلبة يجوا يسجلوا عن لين كل كنترولي خلاص ننتو كود من الإيدنتيفيا من الإتجاه، عشان بلا كود ده ما تقدر تمشي في الكور. بعدين كود ده كان ليديا خلاص هو يمشي في الكور ده شغل ما كور وهذا بس أي شغل يدور كله يلقى. من جهة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو، قال في كلمته إن التكنولوجيا أصبحت اليوم ضرورة حتمية خاصة في مجال التعليم بشكل عام والبحوث العلمية على وجه الخصوص، وأن جامعة تشات الافتراضية استطاعت أن تتفرد برؤيتها الثاقبة وتطلعها نحو مستقبل التعليم العالي في بلادنا، وأنها استخدمت الوسائل التكنولوجية الحديثة كوسيلة تعليمية بهدف خلق مساحات فضائية واسعة لنشر وتسهيل تلقي المعلومات عبر الإنترنت. ونشير إلى أنه في نهاية الحفل تفقد الوزيران والطاقم الإداري لمختلف الجامعات بعضا من أجزاء جامعة تشات الافتراضية.